ليث، السلام على أبي الأسود الدؤلي. وعليك السلام ورحمة الله يا ليث. ألا تدخل؟ ما جئت ضيفا، وإنما جئت لأطلب النفرة والنصرة. النصرة؟ نصرة من؟ نصرة أبي عبد الله الحسين. هيهات هيهات، والله قد خسرنا الفوز معه وأخطأنا السبيل إليه ونحن في غفلة من أمرنا، فما علمنا مقصده إلا بعد أن تلقفته سيوف الإثم والعدوان. أفإن عاد الحسين وطلب إليك أن تؤمن أهله وتذود عنهم، تجيبه يا أبا الأسود؟ قل يا ليث، ما وراءك؟ تهيأوا رحمكم الله، وصابروا وانفروا، وقاتلوا من هتك الدين وأباح حرمة المؤمنات والمؤمنين وأجاز لنفسه سبي حرائر رسول الله وعصى رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ومن تبعه إلى يوم الدين. سيروا رحمكم الله. من أنتم؟ وماذا تريدون؟ أطلق سراح السبايا. ريحكم، أما تشفيتم بقتل سيدهم الحسين الذي خشيه مولاك يزيد؟ فما حاجتكم بالنساء والأطفال؟ أعطي الأمر بإطلاق سراحهم وألا قطعت رأسه. الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيدا وجعل العبيد بطاعتهم ملوكا. إذا لم تتكلم أقسم لأجعلنك تنظر إلى لحمك وهو يشوى أمام نظريك. هيا، أين ذهبوا بهم؟
والله لو كنت أعرف مكانهم وقطعتني إربا إربا لما دللتكم عليهم. أبشر أيها الوالد. أين هم؟ إنهم ينزلون في قبيلة دؤل. ويحك يا أبا الأسود الدؤل، تعلن مناصرتنا وتبطن عداوتنا؟ الله لأجعلنك عبرة لشيوخ القبائل ووجهائها. أحقنوا دماءكم وابعثوا إليك بأهل الحسين نسير بهم إلى الخليفة. والله لن تمسوهم وفينا عرق ينبذ. إما أن ترجعوا وإما ننتصر أو نموت دونهم، لا نأسف على حياة بعدهم. ألا تتركينهم يا درة؟ ولك الأمان أنت ومن معك. لقد خبر قتالنا هؤلاء الأجلاف الذين معك، فاستعذ بالله وارجع عن غيك أيها الوالي، ودعنا نسير بآل الحسين إلى مدينة جدهم، لعل الله يكفر عنك. والله لا نذهب إلا وهم معنا. إذن فأبشر أيها الجلف بباس سيوفنا وطعن رماحنا. ألا تشترين حياة أبا عزيز؟ لا، ذودي عن بنات رسول الله يا ابنتي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قاتليهم يا ابنتي، قاتليهم، فإنهم كقوم نوح، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، ومن حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجى وأسرع لمجيء ما يحذر. قاتليهم. سنرى من يكون الخبيث أيها الشيخ الخرف. أبي أبي أبي. ولي لا حاجة لنا به. باشركم الله دون نقاتل معكم، فنحن أحوج إليكم من حاجتكم إلينا، ونحن أولى بالدفاع عن أنفسنا.